تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كانت عشية أمس الاثنين حدث كبير بالعاصمة المغربية الرباط، استقبال ملكي كبير ومتميز بكل المقاييس لضيف المغرب الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة الأنوار الرائعة الرباط البهية عاصمة المملكة المغربية. مقاطع فيديو، تسجيلات وصور كانت لافتة لحضور شعبي ومتميز وحماسي المغاربة، كيعكس الفرح ديالهم بتجديد اللقاء المباشر مع ملكهم اللي كان مرفوق بولي عهده مولاي الحسن والأميرة لالة خديجة وبأفراد الأسرة الملكية. كان ترحيب خاص بضيف المغرب الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي جاء لزيارة الدولة لمدة 3 أيام بدعوة كريمة من الملك محمد السادس. وقد ظهر اليوم الملك محمد السادس في مشهد أثار انتباه وتفاعل من طرف العديد من المغاربة، حيث ظهر مساء الاثنين مستخدم عكاز طبي خلال استقباله للرئيس الفرنسي. قد أثار الظهور تساؤلات عديدة بين المغاربة اللي قلت عربوا على التأثر والتعاطف والتقدير ملك البلاد. مصادر طبية أوضحت على أن الملك يعاني مؤخرا من أعراض قد تتعلق بانكماش عضلي على مستوى الظهر من جهة اليمين بسبب ضغط على العصب الوركي. قد ظهرت هذه الأعراض خلال الأنشطة الملكية الأخيرة، بما في ذلك استقبال الحكومة الجديدة بعد التعديل الحكومي ومراسيم تعيين الولاة والعمال الجدد وأعضاء من الهيئة العليا لإعلام السمع البصري الهاكا. كما أكدت مصادر طبية على أن الأعراض شائعة وغالبا ما كتستجيب للعلاج وعدم كتكون ناتجة عن ضغط جذر العصب في العمود الفقري، الشيء اللي كيؤدي إلى ضغوط محسوسة أثناء الوقوف والمشي. داكشي علاش بان في الصورة الجماعية مع الحكومة الملك بان على أنه ما قادش يوقف. وتطمئن هذه المصادر إلى أن هذه الحالة ليست خطيرة حيث كتستجيب بشكل سريع للعلاج والاستشفاء، الشيء اللي كيبعث على الاطمئنان. من جهة أخرى كتعكس هاد الصور وهاد المشاهد ديال الملك وهو خارج وقف كيتسنى الرئيس الفرنسي وحرص على أنه يستقبله باستعمال عكاز، الحرص دياله والإصرار على أداء الواجباته رغم التحديات الصحية في الوقت اللي كتحظى فيه الصحة دياله ديال الملك البلاد دائما بأهمية بالغة وعناية خاصة عند المغاربة اعتباره أميرا للمؤمنين وأسمى سلطة بالبلاد. جاء أخرى شهدت العاصمة الرباط لحظة مميزة خلال استقبال الملك للرئيس الفرنسي، حيث لفتت الأنظار الأميرة لالة خديجة بجمالها ورقي تعاملها. ظهرت الأميرة في هذه المناسبة وهي أنيقة وبشي اللي عكس روح الشباب والأناقة التي تتمتع بها. وقد أثارت تفاعلا كبيرا بين المغاربة اللي عبروا عن إعجابهم بشخصيتها الرائعة وبساطتها. طيلة فترة الاستقبال كانت الأميرة كتتابع الأحداث بعناية، أظهرت تفاعل إيجابي مع الضيوف ما يعكس تربيتها الراقية وتأهيلها لحمل المسؤوليات المستقبلية. هذا ووقع الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم 28 أكتوبر 2024 بالديوان الملكي بالرباط اتفاقية ديال الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، وذلك في إطار تدشين من المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين على هامش زيارة الدولة اللي كيقوم بها الرئيس الفرنسي للمملكة لمدة 3 أيام. ومن أبرز النقاط اللي تضمنتها الاتفاقية قضية الصحراء المغربية، حيث جاء حسب إعلان صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون أكدا أن مجال تطبيق الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين بلديهما يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى 25 لتربع الملك على العرش. كتجي هذه الاتفاقية تأكيدا للموقف الفرنسي اللي كان علنه الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص ملف الصحراء المغربية اللي كان اعتبر فيه على أنه حاضر وم...
مستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. وبالنسبة لفرنسا فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعم فرنسا لمخطط حكم ذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت، ويشكل هذا الأخير من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما ترأس قائدي البلدين أيضا بقصر الضيافة بالرباط مساء أمس حفل توقيع على عدد من الاتفاقيات بين المغرب والجمهورية الفرنسية. وتغطي هذه الاتفاقيات 22 مجالا مختلفا بما في ذلك السكك الحديدية، الطاقة والتعليم. أولها كاين مذكرة تفاهم تتعلق باستيراد القطارات فائقة السرعة، وقعها المدير العام المكتب الوطني للسكك الحديدية والمدير العام لشركة ألستون الفرنسية، إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، عقد بين شركة سيسترا إيجيس والمكتب الوطني للسكك الحديدية، عقد توريد مفاتيح المسار بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وفوزولوخ كوجيفير، تنفيذ العرض المغربي لقطاع الهيدروجين الأخضر، تم توقيع اتفاقية مع توتال إنرجي الشراكة الاستراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والاتصال وانتقال الطاقة، مذكرة تفاهم بين المغرب وشركة سافخون من أجل إحداث موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية، إعلان نوايا لتعزيز حماية المناطق الطبيعية، إعلان نوايا في مجال الموانئ، مذكرة تفاهم في مجال المياه، وإعلان تعاون في مجال التعليم، اتفاقية إطارية في قطاع الفلاحة، إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والابتكار والبحث، إعلان نوايا المتعلق بالتعاون الثقافي، إعلان الدعم المتعلق بدعم هيكلة النظام البيئي للصناعة الثقافية والإبداعية وألعاب فيديو، مذكرة تفاهم حول إحداث مركز تسريع الاستثمار المغربي الفرنسي، مذكرة تفاهم بين المكتب الشريف للفوسفات والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إزالة الكربون، اتفاقية تطوير بين المكتب الشريف للفوسفات وشركة أونجي في مجال التحول الطاقي، مذكرة تفاهم تتعلق بالمرحلة الثانية من مزرعة الرياح بتازة، ومذكرة تفاهم بين CMACGM وطنجة المتوسط، مذكرة تفاهم تتعلق بمركز البحث الفرنسي المغربي CRRFM. وفي السياق أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع على أن شركة ألستوم الفرنسية هي اللي فازت بصفقة توريد قطارات فائقة السرعة TGV بشروط تفضيلية وعرض أفضل، كما أن طلبات العروض كتشمل أيضا مواكبة المكتب الوطني للسكك الحديدية واللي فاز به مجموعة مكون من مكتب دراسات مغربي وآخرين فرنسيين، وكذا اقتناء إبر السكك الحديدية واللي كان من نصيب شركة فرنسية. كتدخل هذه الصفقات في إطار المشاريع الجديدة اللي كتخص تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومتر. وعلى حسب الصور اللي كتشوفوا فهذا هو القطار ألستوم TGVM، القطار الفرنسي اللي غادي يحصل عليه المغرب من خلال 18 وحدة ستعمل على خط البراق الجديد بين القنيطرة ومراكش. نساش تشارك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.